جدا زاد يذكروا فيها بالوقت. الدخول نتاع عضو بائتلاف الكرامة، عضو مؤسس في ائتلاف الكرامة، واللي خلق الفوضى الأخيرة في المجلس. نحكيه على شخص موجود على قائمة الاس دي سات، سمحتوا له انتوما من مكتب المجلس انه يدخل رغم تحذيرات ورفض الأمن الرئاسي. تعليقك سي الحبيب، علاش سمحتوا له وقت اللي الأمن الرئاسي رفض؟ الحقيقة الموضوع هذا فيه شوية حساسية أمنية ويلزمني ننتقي العبارات فيه بدقة كبيرة، ولكن هذا لا ينفي أني نقول أنه لا يوجد قرار فرض على الأمن الرئاسي. ويوم أن حصل الإشكال سيد رئيس المجلس نفسه طلب أنه يكون له جلسة مع مسؤول الأمن الرئاسي اللي جاء وقتها من قرطاج وسأله بوضوح هل فرض عليكم هذا، هل دخل عنوة؟ وأكد أنه لا. معناها ثم بعض التفاصيل الأخرى الحقيقة ما نجمش نحكي فيها، ولكن ليكون واضحا نحن لا نفرض على الأمن الرئاسي شيئا. لكن الدخول بقوة لفرض سيف الدين مخلوف أنا ذاك ما رفضتهوش. هذا أيضا سئل عليه هل كان دخولا بقوة، دخل عنوة بالسيف من عليكم؟ وقالوا لا. فأنا أصدقهم، لم أكن حاضرا في الواقع، ولكن وقت اللي سمعت المسؤول لم يقول هذا أنا أصدقه. شكرا سي الحبيب خضر، مدير ديوان رئيس البرلمان سيد راشد الغنوشي.